انا دي بفضل مهتمه بكل تفاصيل المراه من ميك اب وفاشن وكمان مجال العنايه بالبشره والشعر والاظافر. لو عايزه تتابعيني بليز دوسي على سبسكرايب وكمان دوسي على زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا هعمله. هاي بنات ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. ريفيو النهارده بيتكلم عن اللينسز وانواعها وايه هي اكتر اللينسز ان انا اخترتها وكملت سنين معاهم وارتحت فيهم، وهنتكلم على الوانهم وهنتكلم عن كل حاجه بخصوص اللينسز النهارده. انواع اللينسزات كتيره جدا يا بنات، في سولتيكا وفي بيلا وفي تراي كالر وفي فريش لوك وفي لورنس وفي ذهب وفي سولتيكا وفي ديزيو، في لينسزات كتير جدا 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 جدا. كل يوم بنسمع عن لينسز وكل يوم بنسمع عن نوع جديد وكل يوم بنسمع عن حاجه جديده، فهم مش هيخلصوا يعني اكيد. بس النهارده هنتكلم عن اكتر لينسز انا ارتحت فيها واكتر انواع لينسز انا ارتحت فيها وكملت كتير معاهم، زي فريش لوك وزي بيلا وزي لورنس، وهنتكلم عنهم باستفاضه طويله جدا. اول نوع انا استخدمته من زمان جدا كان فريش لوك، قعدت استخدمها مثلا من تقريبا من تانية ثانوي، من زمان جدا، كنت وقتها يعني لسه صغيرة. قعدت مع فريش لوك دي سنين لغاية ما خلصت الجامعة. كمان اكتر لينسز انا ارتحت فيها واكتر لينسز كانت الوانها ناتشرال جدا وعمري ما اشتكيت منها وعمري ما روحت للدكتور، بجد كانت ما شاء الله كانت حلوة جدا جدا جدا. وكنت بنصح اي واحدة انها تجيب فريش لوك من نفس الطيب اللي انا بستخدمه او نفس النوع كمان، حتى لو كانت لينسز نظر. بعد كده طبعا ظهر بيلا وظهر لورنس وظهر دهب وظهر سولتيكا والحاجات دي كلها، بس من اكتر اللينسزات واريحها كانت فريش لوك. بس مشكلتها كلها انها ما كانتش بتوسع العين، واني كانت الوانها كلها فاتحه او يعني او غامقه، او انها مش بتبان خالص ان في لينسز في عينيكي، فدي كانت ميزه وكان عيب في نفس الوقت، ان انت لابسه اللينسز بس مش موسعه عينك ومش مدياكي اي حاجه تجميليه، ولابسه اللينسز مش باينه وكانت ناتشرال واي حد يقول انها عينك، دي برده ميزه. هي ليها قطرات مختلفة، يعني مثلا لو عينك كانت واسعة كنت بتجيبي قطر معين، لو عين ضيقة كنت بتجيبي قطر معين، يعني دي برضو كانت ميزة حلوة جدا فيها. ما كانتش يعني ما كانتش نفس اللون او نفس النوع يكون نفس المقاس، لا كانت كل الناس بتجيب مقاسات عينها اللي هي عاوزاها، تمام. والوناتها كان فيه منها مثلا حوالي 12 لون، وهي ما زالت مستمره. انا استخدمت مثلا اللون البيور هازل اللي هو البندقي، واستخدمت لون الجراي اللي هو الرصاصي، واستخدمت منها اللون التركواز اللي هو الازرق بس الفاقع شويه، واستخدمت طبعا جرين اللي هو الاخضر، ونزل منها يا جماعه 2 كولكشن، تمام، فاتح وغامق، يعني نزل كولكشن جديد غير الكولكشن اللي احنا كنا بنستخدمه زمان، تمام. وهي لينزز مريحة جدا والوانها تحفة، بس مشكلتها او العيب الوحيد اللي فيها انها مش بتوسع العينين زي ما احنا بنكون عايزين، او مش بتدي جمال للعينين زي ما احنا بنبقى عاوزين. فاضطريت بعدها ان انا طبعا ادخل على بيلا. بيلا برضو من اكتر اللينزز اللي انا ارتحت فيهم جدا، ومريحة جدا وبتوسع العين، وفي منها كوليكشن من الالوان كتير جدا، يعني انت تقفي محتاره. وفي طبعا بتاعت الكوليكشن بتاع مي عز الدين، نزل بعدها الكوليكشن بتاع مايا دياب، والوانها ياما، وهي ما زالت الوانها كتير، بس كل الوانها دي فاتحه وبتخلي العين جحظه كده وبتخليكي مبرقه. يعني انا استخدمت منها الوان كتيره جدا زي فيولا جراي، واستخدمت ناتشرال جراي اللي هي الجراي الطبيعي، واستخدمت ناتشرال كول جراي برضو، يعني ايه الوانها حلوه تمام، وبتحسي ان انت لابسه لينسز وان في لون في عينيكي وان في جمال، بس المشكله كلها انها بتخلي العين جحظه او بتخليكي يعني مبرقه، يعني طول الوقت انت شايفه نفسك مبرقه، فدي مشكلتها. بس طبعا كميزه ان اللينسز بتوسع العين بتدي جمال، بتستخدميها طبعا يوم فرحك او في اي يوم انت حاطه فيه ميك اب جامد او تقيل، وبتخليكي اموره وحلوه وتخلي عينك جميله. طبعا دي اكتر لينسز انا ارتحت بيها فيها بعد فريش لوك. هنيجي بقى لينسز لورنس، ان انا برضو ارتحت فيها بس مش قوي. طول الوقت محتاجه انها تتنضف، فيها رويش،
مهما غسلتيها ومهما اهتميتي بالكبات بتوعها اللي هي العلبات يعني بتوعها برضو مفيش فايدة. بس الوانها حلوة جدا بقى بجد، احلى الوان فيها الوان لورانس، وفي منها كوليكشن هايل جدا من الالوان، في منها الوان كتير جدا حوالي 12 لون، في الكادت وفي البيل تقريبا. انا جبت لون اسمه كادت بلو، حلو جدا وناتشرال جدا، تحس انها كأنها عينك. بس المشكلة فعلا انها مش مريحة، انها طول الوقت تحسي ان عينك مغيمة، في روايش كده في العلبة، انت مش عارفة بتيجي من ايه، مهما كنت منظفاها ومهما كنت غسل الكابس وكل حاجة، بس برضو في مشكلة انا مش عارفة ايه هي يعني. وحاولت كتير قوي ان انا اعقمها وكده، بس برضو نفس المشكلة، هي مش عارفة العيب في اللينسز ولا ايه. بس انا بستخدم النوع التاني اللي هو بيلا، عمري ما اشتكيت منها الحمد لله، وما شاء الله كانت حلوة جدا. هي مشكلة لورنس ان انا ما ارتحتش فيها زي بيلا، فرجعت تاني البس بيلا. يا ريت يا بنات لو عجبنا الفيديو ما ننساش نعمل لايك وشير كتير كتير كتير، وباي باي.